بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي الموديول بتاع الجي اي تي. اول محاضرة النهاردة بإذن الله البكتيريال ديزيز اوف جاسترو انتستاينال تراكت. معاك الدكتورة شيرين محمد امام. بعد كده هنيجي نشوف الاوبجكتيفز اللي احنا مفروض نطلع منها بالمحاضرة، يعني ايه اهم النقاط اللي مفروض نخرج من الليكتشر دي بيها ان شاء الله. اول حاجة ان احنا نعمل ليست، نعرف ايه هي البكتيريا اللي بتسبب جاسترو انتستاينال ديزيزز، مجرد ان احنا ايه نعمل لها انيوميريشن ونعرفها، دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا نقدر نتعرف او نعرف المورفولوجي الشكل والكالتشر كاركترز الصفات الزرع والبايوكيميكال رياكشن التفاعلات البايوكيميائية بتاعت الايه البكتيريا اللي بتسبب جاسترو انتستاينال ديزيزز اللي هم مين؟ الفيبري كوليرا والكامبيلوباكتر والايكولاي والشيجيلا. بعد كده مفروض ان احنا نعرف الباثوجينيزز، يعني هاو ذا اورجانيزم كان كوز ذا ديزيز، عن طريق المود اوف ترانسميشن، وعن طريق هل هو ليه فيرلانس فاكتورز عوامل ضراوه، بيطلع توكسينز ليه، باللاي ليه، اي حاجه. وبرده طبعا كلامنا كله هيكون على الاورجانيزم ستيل اللي هي البكتيريا دي اللي هي الفيبرو كوليرا والكامبيلوباكتر والشيجيلا ايكولاي اللي هي بتسبب الدايريال ديزيزز. اول اورجانيزم معانا هنشوفه هو الفيبرو كوليرا، وزي ما احنا شايفين قدامنا ده الكترون مايكروسكوبيكال فيجر، يعني ده فيجر مفروض ان هو ماخوذ بالالكترون مايكروسكوب، عن طريق الالكترون مايكروسكوب بيورينا بقى ان الفيبرو كوليرا بتبقى عباره عن ايه، هي سلايتلي كيرفد زي ما انتم شايفين كده، هي عباره عن كوما شيب او كيرفد جرام نيجاتيف باسيلاي، تمام؟ هي واخده شكل روده اهي، يعني هي مش كوكاي، مش من المكورات، لا هي من البصلاي اللي هي العصويات، تمام. بنقول ان هي بتكون اكتيفلي موتايل، هي بتتحرك حركه اكتيف عن طريق ايه، زي ما احنا شايفين كده هنا قدامنا في بولر البولر فلاجيلا من اللي احنا ايه اللي احنا شايفين موجود ايه قدامنا، اللي هو عباره عن فلاجيلا 1 فلاجيلم بيكون موجود عند ايه 1 بول اوف ذا ايه اوف ذا اوف ذا سيل، خلاص. ام برولونجد كالتيفيشن، لو انا فضلت هي مزروعه فتره طويله على نفس الميديا، موضوع انها كيرف ده بيختفي وتبتدي تحاول تبقى ستريت، يعني ايه جرام نيجاتيف باسيلاي. الكالتشر والايدنتيفيكيشن بتتزرع على ايه واقدر اتعرف بيها ازاي؟ بنقول ان الفيبرو كوليرا هي عباره عن ايروب او فاكالتيف انيروب، يعني تقدر تعيش في وجود الاكسجين او في عدم ايه وجوده، ده او ده عادي مفيش مشكله بالنسبه لها، بس هي جروز بيست بتنمو احسن اندر الكالاين كونديشنز، هي بتحب الميديا يكون الايه البي اتش بتاعتها الكالاين، يعني حوالي 8.5 فيما اكثر البي اتش بتاعتها، واما بتوضع في هذه الظروف بعد حوالي 6 ل 8 ساعات بتعمل لنا حاجه اسمها سيرفيس بيليكل، يعني طبقه كده موجوده على السيرفيس بتاع التيوب بتبقى موجوده وبيبقى فيها الاورجانيزم، تمام. وده بعد ما بكون عملت لها انكيوبيشن زي ما قلت من 6 ل 8 ساعات عند 37 ايه درجه. طيب هل هي بتتزرع على ميديا عاديه ولا محتاجه سيلكتيف ميديا؟ لا هي محتاجه سيلكتيف انديكيتور ميديوم. سيلكتيف يعني تقلاه ان هي ايه الجروس بتاعها بس، ده سيلكتيف معناها سيلكتيف. انديكيتور ده معناه ان انا مزرعها على الميديا دي هتديني لون معين اقدر اتعرف عليها بيه، وده الاثنين الحاجتين دول بيتوفروا في الميديا اللي هي اسمها ايه تي سي بي اس، او ده اللي هو اختصار لايه تي لثايوث سلفيت، سي اللي هو ستريت، البي خفيفه اللي هي بايل سولت، والاس اللي هو ساكروز اجار. يبقى هي لما بتتزرع على تي سي بي اس ميديا او اجار بتديني يلو كولينس، ده نتيجه انها بتعمل فيرمنتيشن للايه للساكروز، خلاص تعمل فيرمنتيشن للساكروز فبتحول لون الميديا الاخضر، الكولنس بتاعتها بتديني يلو ايه كولنس، تمام. يبقى احنا عرفنا الظروف المؤمله لزراعتها من ناحيه البي اتش ومن ناحيه درجه الحراره ومن ناحيه الميديا. طيب بعد كده ايه هي بقى التفاعلات البايوكيميائيه او البايوكيميكال رياكشنز بتاعه الفيبرو كوليرا اللي اقدر من خلالها اتعرف عليها؟ بقول ان هي بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز والملتوز والساكروز والمانايت وذ اسيد اونلي، يعني اسيد مفيش جاز، وكمان بتعمل فيرمنتيشن لللاكتوز بس ليت بعد فتره، خلاص يعني مش ايه مش اوفر نايت، لا بياخد فتره على بال ما ايه ما يحصل له فيرمنتيشن. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيعمل ليكويفاي للجيلاتين، خلاص او يعني بنقول عليه ان هو ليه جيلاتينيز اكتيفيتي
او بوزيتيف جيلاتين اكتيفيتي او ليكويفاي الايه الجيلاتين. بنقول كمان ان هو الفيبرو كوليرا بتديني حاجه اسمها كوليرا ريد رياكشن. ايه بقى الكوليرا ريد رياكشن ده؟ الكوليرا ريد رياكشن ده بيتعمل لما اجي اعمل كلشر للفيبرو كوليرا على بيبتون ووتر، تقوم البيبتون ووتر دي مزرع عليها الفيبرو كوليرا تطلع لي او تعمل لي برودكشن للاندول، تمام؟ وفي وجود بقى لو انا ضفت H2SO4 بيحصل ريدكشن للنايتريتس يديني نايترايت، تمام؟ يعني بيحصل فيه ريدكشن نايتريت للنايترايت، وما هضيف فيو دروبز من H2SO4 هلاقي فيه ايه ريد رينج، تمام؟ يبقى الكوليرا ريد رياكشن هي عباره عن ايه، ما بزرع الفيبرو كوليرا على بيبتون ووتر، تمام، واضيف H2SO4 الاقي فيه ريد رينج موجوده. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان البوبتون ووتر اتحولت لاندول، ونتيجه ان حصل ريدكشن للنايتريت انتو نايترايت، تمام، وباضافه H2SO4 في ريد رينج بتبان. اخر حاجه بالنسبه للبايوكيميكال رياكشن بقول ان هي اوكسيديز تيست ايه بوزيتيف، تمام. طب عندنا هنا تو بيكتشرز او تو فوتوز. عندي اول حاجه الصوره اللي موجوده عندنا في ناحيه الشمال دي بتوضح لي الانريتشمنت ميديا اللي انا بحط عليها السبيسمن علشان تزود لي كميه الفيبرو كوليرا في الايه في السبيسمن بتاعتي، تمام. وزي ما احنا قلنا هي بتحب الالكالاين ميديا اللي هي فوق 8.5، فانا بجيب الكالاين بوبتون ووتر واعمل انريتشمنت للسبيسمن الاول على الايه على الالكالاين بوبتون ووتر. تاني حاجه عندنا البليت اللي موجود عندنا على اليمين ده البليت اللي هو سيلكتيف ميديا اللي احنا ذكرناه قبل كده سابقا اللي هو TCBS، تمام، اللي هو سايسولفيت ستريت بايل ساكروز اجار. ده بيوريني ان في هنا يلو ايه كولنز زي ما احنا شايفين اليلو كولنز اهي اللي موجود، هو المفروض الاجار ده لونه جرين، تمام، لكن لما بتزرع عليه الفيبرو كوليرا بتديني اليلو كولنز زي ما احنا شايفين كده، بيكون في يلو كولنز بتبقى موجوده اجينست الدارك جرين باك جراوند. طيب الانتيجينيك ستراكشر بقى بتاع الفيبرو كوليرا، ايه هي الانتيجينيك ستراكشر بتاع الفيبرو كوليرا؟ بنقول زي ما ذكرنا سابقا او زي ما المفروض انتوا هتبقوا عارفين، اي اورجانيزم بيكون مطيل بيكون فيه فلاجيلا، تمام. الفلاجيلا اللي هي ده العضو اللي بيؤدي ان بيحصل حركه للاورجانيزم او للبكتيريا، والفلاجيلا طالما في فلاجيلا يبقى لازم يكون في حاجه اسمها فلاجيلر اتش انتيجين، تمام، وده بيكون علشان هو بروتين فبقول عليه ان هو هيت لبايل. يبقى الفيبرو كوليرا بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها هيت لبايل فلاجيلر اتش انتيجين. وهنا عندنا بقى ان في مينو فيبرو كوليرا بتشير سنجل هيت لبايل فلاجيلر اتش انتيجين، يعني اكتر او العديد من الفيبريوز من الاورجانيزم اللي هو الفيبرو كوليرا بتشير اتش انتيجين ايه واحد، يعني تشترك في اتش انتيجين ايه واحد. اما اجي بقى افرقها عن بعضها البعض بالنسبه للسيرو جروبز او سيرو تايبس بفرقها عن طريق الاو انتيجين. الاو انتيجين ده اللي هو عباره عن ايه؟ الاو انتيجين ده بيمثل لي اللايبوبوليساكرايد اللي هو بيبقى موجود في السيل وول. يبقى الاتش دون ده تبع الفلاجيلا، لكن الاو ده تبع جزء موجود من السيل وول اللي هو لايبوبولي ايه ساكرايد، تمام. وعن طريق اللايبوبولي ساكرايد علشان ده بيفرق او بيختلف من سيرو جروب للانذر بقدر ايه افرق منهم، لكن الاتش ده بيهم مجموعه كبيره مع بعضها بتشير سنجل اتش انجن. طيب اكوردنج بقى للاو لايبوبولي ساكرايد انا عندي كام سيرو جروبز؟ عندي كام سيرو جروبز؟ عندي اكتر من 139 تايب، تمام. طب الفيبرو كوليرا بتاعت سيرو جروب رقم او رقم 1 والاو رقم 139 دول بيسببوا لي حاجه اسمها ايه الكلاسيك كوليرا، اللي هو مرض الكوليرا اللي احنا بنسمع عنه او عارفينه اللي هو الكلاسيك فورم بتاعه، الصوره الكلاسيكيه ليه. اي حاجه تانية واي جروب تاني غير رادر زين غير الاو 1 والاو 139 دول بيدوني حاجه اسمها كوليرا لايك ديزيز، يعني ديزيز بيشبه الكوليرا مش الكلاسيك كوليرا اللي بتسببه الاو 1 والاو 139. من ضمن الفيتشرز برضو بتاعت الفيبرو كوليرا ان انا لو سخنت الميه عند 25 درجه فيما فوق لمده نص ساعه فيما اكثر بيحصل ديس للاورجانيزم، وكمان بيحصل لها ديس رابيدلي اون ديسيكيشن ايه لو حصل دراينس للسامبل او للمكان اللي هي موجوده ايه فيه، تمام. طيب هنعيد بس الكلمتين اللي احنا قلناهم بس سريعا كده، بنقول ان هو السيرو جروبز O1 و O139 139
are the causative agents of epidemic cholera. هما دول بيسببوا لي الابيديميك كولرا. يعني الكولرا بتحصل ان ابيديميك. يعني ايه ابيديميك؟ يعني large number of cases, ان يحصل عدد كبير من الحالات في مكان واحد وفي وقت واحد. تمام. on the other hand, من ناحية اخرى الفيبريو كولرا اللي هي non-O1O139 are involved in sporadic form. sporadic يعني حالتين هنا, ثلاثة هناك, اربعة هنا, الكلام ده كله. تمام. من حاجة اسمها كولرا like the real diseases, مش الكلاسيك كولرا, حاجة لايك وما بتحصلش في إبيديميك زي الكولرا اللي هي الكلاسيك. تمام. برضو النون او 1 او 139 ممكن يسبب حاجات تانية نون انفيزيف وسيبتيك انفكشنز اللي هي نون جي اي تي, حاجات ملهاش دعوة بالجاسترو انتستينال تراكت. فده طبعا مش هيكون موضوعنا ولن نتطرق إليه. بالنسبة بقى للفيبرو كولرا هنتكلم على الباثوجينيسيس او كيفية حدوث المرض, بيحصل ازاي المرض دون. بنقول ان ان الفيبرو كوليرا دي باثوجينيك اونلي فور هيومن, يعني ده مش زونوتيك ديزيز, يعني ما بيحصلش في الانيمالز, ما بيحصلش في البيردز, ما بيحصلش في الانسكتس, لا هو بيحصل اونلي ان ايه, ان هيومن. اند ات از ترانسميتد باي فيكال اورال روت او فيكو اورال روت, عن طريق تناول الطعام والايه والشراب, من خلال ايه ثرو كونتامينيتد فود اند ووتر. البيرسون الشخص محتاج, شوفوا بقى علشان تعرفوا كمية الأورجانيزمز اللي احنا محتاجين عشان يحصل العدوى بتاعت الفيبري كوليرا, من 10^8 ل 10^10 أورجانيزم to become infected. 10^8 ده يا جماعة حوالي 100 مليون أورجانيزم علشان الشخص يحصل له العدوى. لو خد أقل من كده مش هيحصل له العدوى. ليه؟ هنتكلم, هنقول برضه لان هي سنسيتيف للاسيد. طبعا الواحد اول ما بياكل الطعام الاكل بيروح فين؟ الاستومك. واحنا عارفين الاستومك دي اسيد, فيها اسيديتي بتاعتها عاليه, وهي الفيبري كوليرا بتحب الالكالينيتي, فهي مش هتوزستاند الاسيد الا لو موجوده بعدد كبير جدا زي ما احنا قلنا وصل لاكثر من ايه, من 100 مليون فيما اكثر. غير كده هتضاي, مش هتعمل انفكشن. تمام. وين ريتش ذا انتستين, مجرد ما هتوصل للانتستين, لو بقى سيرفايف خلاص عاشت ووصلت الانتستين, هتادهير هتلزق نفسها, تلتصق بالميوكوزا, بالميوكوزا بتاعه الايه السمول انتستين, وتطلع الكوليرا توكسين, وطلع كمان ماده اسمها ميوسينيز. الميوسينيز دي عشان تنزل الميوسين بتاع الميوكوزا, وهتطلع اندوتوكسين. وبنقول ان الكوليرا ايزنت انفيزيف انفكشن. يعني ايه مش انفيزيف؟ يعني هي مش هتروح للبلاد ستريم, هي لوكلايزد. هي الانفكشن صحيح بتبقى في بعض الاحيان بتبقى سيفير ولايف ثريتند, ممكن تهدد الحياه, لكن هي كونفايند للانتستينال تراكت, موجوده في الانتستين بس ما بتروحش للبلاد ستريم. طيب احنا قلنا انها هتطلع لي اكسوتوكسين. الاكسوتوكسين ده عباره عن هيت لبايل توكسين. يعني ايه هيت لبايل؟ يعني بتكسر بالحراره, وزي ما احنا ذكرنا سابقا ان هي نفسها بتموت عند 25 درجه, وكمان التوكسين هو كمان بيتكسر وبيبوظ بالحراره. طب التوكسين ده بيكون من تو سب يونتس, عندي سب يونت A وسب يونت B. السب يونت B هي دي اللي هتروح تمسك في الريسبتور اللي موجود في الايه, في السمول انتستين. تمام. تمسك فيه اللي هو ايه الريسبتور بقى, اللي هو جانجليوسايد جي ام 1, ده ريسبتور للسب يونت B. وانس ان سب يونت بي مسكت في الريسبتور بتاعها, هيحصل اكتيفيشن, هتعمل اكتيفيشن للسب يونت ايه, وتؤدي ان وانس ان هو بقى اكتيف, ان هيحصل انكريس في السايكليك اي ام بي, وده طبعا هيؤدي لبرولونجد هايبر سكريشن اوف ووتر اند الكترو اي لايتس. تمام. وده عندنا هنا الفيجر ده بيوضح لنا, هو عندنا هنا الفيبرو كوليرا. تمام. طلعت لي التوكسين. التوكسين بيكون من تو سب يونتس, البي سب يونت والاي سب يونت. البي سب يونت تمسك في الجانجليوسايد ريسبتور اللي هو موجود هنا هو في السمول انتستين, وانس انها مسكت هتقوم مدخلاه للاي سب يونت, هيحصل اكتيفيشن للاي سب يونت. فوانس ان هو اكتيفيتد هيزود لي السايكليك الادينايل سايكليز اكتيفيتي, ويزود السايكليك اي ام بي, ده هيؤدي بقى ان يزود الايه السكريشن بتاع الصوديوم والووتر والكلورايد والبوتاسيوم والبايكارب, كل ده ينزل في الاستول ويعمل لي دايارية. تمام. الكلينيكال بقى فايندنج والكلينيكال بيكتشر, بنقول ان هو عندي انكوبيشن بيريود. العيان بيجي لي شكله ايه؟ بيجي انكيوبيشن بيريد من يوم لاربع ايام فتره حضانه, يعني هو اخد اكل الاكل الملوث او او الشراب او الطعام الملوث دون, بعدها بيوم من يوم لاربع ايام يبتدي يحصل له سادن اونست فجاه, نوزيا, ميل للقيء, وفوميتنج قيء, وبروفيوس دياريه, دياريه شديده جدا وبتبقى وتري, والستول نفسه بيبقى شكل ايه بنقول عليه ايه, رايس ووتر, عامل زي ميه الرز, وبيكون في الستول فيه ميوكس وفي ابيثيليال سيلز وفي طبعا العديد والعديد من الفيبروس.
تمام، وهي دي الوسيله اللي بيتنقل بيها لشخص اخر. ديث مي اوكير فروم الديث بيحصل ليه بقى؟ نتيجه هايبوفولوميك شوك، بيحصل ديهايدريشن ويخش العيان في هايبوفولوميك شوك وميتابوليك اسيدوزس ويوريميا. يوريميا يعني رينال فيلير، اليوريميا دي اللي هي رينال فيلير، ده نتيجه ايه؟ اكيوت تيوبلر نيكروزس. تمام، انا عندي تو بايو تايبز، في عندي التور وعندي الكلاسيكال. طبعا الكلاسيكال ده بيديني سيفير فورم اوف ذا ديزيز، ده ممكن يجي سؤال ام سي كيو. التور دون ده المايلد، يعني لو انا عندي جالي التور تايب والكلاسيك تايب، مين اللي بيدي سيفير انفكشن ومين اللي بيدي مايلد انفكشن؟ التور بيدي مايلد تر انفكشن والكلاسيكال بيديني سيفير انفكشن. تمام، عشان ده لو جه ام سي كيو السؤال ده. تمام خلاص، والصوره دي اهي عندنا، هنا دخل الانتري عن طريق الفم طعام او شراب، وبعد كده بينزل بقى من الاستومك للانتستين، في الانتستين يطلع التوكسين، يعمل لي بقى نوزيا الاستومك وفوميتنج وايه، ويحصل موضوع الدياريه، وبعد كده ايه في الهارت بقى يعمل هايبوفوليميك شوك والاسيدوزس والقصه دي كلها. تمام، اللاب دايجنوزس، انا اشخص بقى انا عندي حاله فيبروكوليرا، اشخصها ازاي؟ تشخيص حاله الكوليرا ده على حسب حاجتين، هل يا جماعه انا في ابيديميك، في ابيديميك شغال دلوقتي، تمام، في جائحة، تمام، في عدد حالات كتير في وقت قصير، خلاص هشك اي حد عنده ضيارية، خلاص ده هيستر انتباهي ان هو ايه، ان هو فيبري كوليرا. تمام، زي بالظبط موضوع الايه الكورونا، جائحة الكورونا اللي احنا موجودين تجتاح العالم دلوقتي، ان اي حد عنده برد ولا تكسير في جسمه ولا كحة، ما حدش هيلتفت بقى ان ممكن تكون انفلونزا ولا برد عادي، لا كل التفكير هيبقى منصب انها ايه، انها كورونا. تمام، هنا برضو نفس الحكاية، حد عنده ضيارية في ابيديميك، عدد حالات كبير موجودة عندنا والناس شغالة والمستشفيات عمالة كتير حالات من الكوليرا، ففي الحالة دي التشخيص هيبقى بحاجات ايه بسيطة، تو تيستس بسيط جدا هقدر اشخص بيهم وابدأ العلاج فورا، مجرد ما تبان الساينز والسيمتومز دي ابتدي ادي المريض، ادي له الفلويد والالكترولايت ريبليسمنت ريجاردليس الاتيولوجي، بصرف النظر عن ايه السبب او ايه المسبب للموضوع ده. تمام، ففي الحالة دي انا عم اجي اشخص بقى في حالة ابيديميك او ديورنج الانديميك، في يعني ايه انديميك اريا؟ انديميك اريا يعني الكوليرا متوطنة في المكان ده على طول، الحالات متواجدة بصفة مستمرة، او في حالة ابيديميك ان هو مرة واحدة فجأة في مكان معين وفي وقت معين ظهر عدد كبير جدا من الحالات ده الابيديميك. في الحالة دي باخد ويت ماونت اوف ليكويد، يعني باخد جزء من اللي هو الدايرية دي، واجيب الاستول ده اكزامند مايكروسكوبيكلي، ابص عليه للميكروسكوب، طبعا هلاقي الايه الموتيليتي بتاعت الفيبروز موجوده والفيبرو بتتحرك، الدورتنج موتيليتي بتاعتها. طيب اقوم لو انا جبت بقى سبيسيفيك انتي بودي اجينست الفيبرو كولر وحطيته على العينه دي، هلاقي يحصل ستوبنج للايه للموتيليتي، دي حاجه كاركترستيك جدا، وده رابد تيست. طب في اختبار اخر برضو رابد بقدر اعمل حاجه اسمها دايركت فلورسنت انتي بودي تيست، اللي بيها برضو انا بجيب عينه الاستول مفروض ان هو فيها الفيبرو كوليرا، وبجيب انتي بودي سبيسيفيك للكوليرا دي. تمام، الانتي بودي اللي هو السبيسيفيك للكوليرا، والانتي بودي ده بيكون ليبلد بفلورسنت، ليبلد يعني متعلم بصبغه فلورسنتيه، بحيث لو الكوليرا موجوده في العينه الانتيجين سوري الانتي بودي ده هيمسك في الكوليرا اللي هي تعتبر الانتيجين، وهيديني الضي الايه الفلورسنتي ده تحت الفلورسنت طبعا ايه مايكروسكوب. يبقى ده في حاله لو انا عندي انديميك اريا او ديورنج الابيديميك او في انديميك اريا. طب في حاله بقى الحاجه الثانيه لو دي برايمري كيس، انا ما عنديش اي حالات موجوده وانا مش في حته انديميك وما فيش ابيديميك ولا اي حاجه، ومره واحده جه عيان قال انا الاول حصل لي نوزيا وبعد كده حصل لي فوميتنج وبعد كده في بروفيس دياريه ممكن يوصل لليتر لتر بحال بيعمل دياريه بكم كبير جدا، ممكن 2 3 4 لتر في اليوم او اكثر من ذلك، وبيقول ان هو عامله زي الاستور بتاعه عامل زي ميه الرز رايس ووتر ابييرنس، في الحاله دي لازم اعمل فول باكتيريولوجيكال دايجنوزس، مش بس ان انا هاخد اجيب الانتي بودي واحطه على الاستول ويحصل ستوبج للموتيليتي واقدر اشخص بكده، لا ده لازم اعمل فول باكتيريولوجيك دايجنوزس، اللي هو ازاي بقى؟ ان انا هاخد العينه الاول وهزرعها، اول ما اجي هحطها على الانريتشد ميديا، انريتشمنت ميديا اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو الالكالاين بوبتون ايه ووتر. تمام، هلاقي في سيرفيس بيريكل اتعملت بعد حوالي 6 ل 8 ساعات عند 37 درجه، اخد من السيرفيس بيليكل دي واعمل سب كلتشر، ارجع اخد منها وازرع على التي سي بي اس عند 37 درجه اوفر نايت، يعني حوالي ايه 18 ل 24 ساعه، اجي تاني يوم لو لقيت الكاركترستيك بقى لارج يلو ترانسليوسنت كولنس يبقى ده اشك طبعا فيبرو كولر. تمام، مش كده وبس، هاخدها بقى طبعا واعمل لها جرام ستين، اصبغها بالجرام الاقي بقى الكيرفيد او الكوما شيب جرام نيجاتيف باسيلاي، اعمل برضو الويت ماونت واشوف حصل ستوبج بالانتي بودي ولا لا، اوكسيديز بوزيتيف
وجيلاتينيز برضو بوزيتيف، والكوليرا ريد رياكشن تمام. كل الحاجات دي لو بوزيتيف طبعا بتعمل لي ايه بريسامبتيف ايدنتيفيكيشن. اتاكد بقى من القصه دي كونفرميشن بقى عن طريق الاجلوتينيشن تيست، ان انا اجيب الايه الانتي بودي الاجنست الاو 1 او الاو 139 لو حصل اجلوتينيشن، يبقى بتاكد ان هي ايه فيبريو كولر اللي هي الايه الكلاسيك فيبريو كولر. الاذر بايوكيميكال رياكشن اللي احنا زي ما احنا قلنا بقى الفيرمنتيشن بتاع الجلوكوز واللاكتوز والمالتوز والمانايت والسكروز والليت لاكتوز زي ما احنا قلنا، كل ريد ايه رياكشن. طب خلاص شخصنا وتاكدنا وكده وعايزين نعالج بقى، بنعالج ايه؟ زي ما احنا قلنا ان احنا لازم نعمل رابيد ريبليسمنت للفلويد، ريبليسنج الفلويد والالكترولايت، سواء كان انتروفينوس لو العيان كوماتوز مش قادر ياخد حاجه اورال، او لو يقدر ياخد حاجه اورال بدي له اورال تمام، وبدي انتي بايوتكس اللي هي السلفاجوانجين وستريبتومايسين او تيتراسايكلين، ده او ده او ده تمام. البروفيلاكسس، طب ده كده علاج، طب انا عايزه اعمل بروفيلاكسس، الاجراء الاحترازي اللي انا اقدر اعمله عشان امنع انها تحصل من الاول. في عندي كيموثيرابي ده للناس اللي ايه الكونتاكتس، يعني مثلا لو واحد في عيله جرى له كذا بندي الناس الكونتاكتس ليه ماشي، المخالطين ليه يعني سلفاجوانيدين ده ديورنج الابيديميك. واعمل طبعا فود سانيتيشن، الاكل يتغطى ويطبخ كويس يتغطى، ونعمل كومبات الفلايز الذباب والقصص دي كلها، ونغسل ايدينا كويس وكل الكلام ده كله واحنا بنعمل الاكل والقصص دي. طب في حاجات سبيسيفيك بروفيلاكسز، اي بقى السبيسيفيك بروفيلاكسز؟ ان انا امنع المرض ده بصفه خاصه، امنعه عن طريق ايه الاميونايزيشن، ان انا اطعم بالفاكسينيشن الشخص ده الاشخاص الموجودين عشان امنع حدوث العدوى ليهم. عن طريق ايه؟ انا عندي 3 تايبز اوف فاكسينز افيلابل. اول واحد فيهم عندي حاجه اسمها هيتد كولز فاكسين. ايه هو الهيتد كولز فاكسين دون؟ ده فاكسين انا بجيب الفاكسين دون، بجيب الكوليرا نفسها بتبقى ايه، بتبقى بعملها هيتنج عن طريق ايه عند 55 درجه لمده ساعه. خلاص يبقى بجيب الاورجانيزم واعمل له هيتنج 55 درجه لمده ساعه، وبضيف له فينول بنسبه نص ايه في المية فينول، ده حاجه بريزرفيتيف عشان تحفظه. الدوز بتاع الفاكسين ده بتبقى 3 دوزز، اول جرعه بتبقى نص ملي، وبعد كده بتبقى 1 ايه ملي، وبيتاخد الفاكسين ده سبكوتينوس تحت الجلد، وهو عباره عن 3 ايه دوزز، اول واحده نص ملي و 3 ويكس ابارت، يعني ادي نص ملي واستنى 3 اسابيع واقوم ادي 1 ملي، استنى 3 اسابيع ادي ال 1 ملي الاخير، وده بيدي بروتكشن لمده 3 شهور بس تمام. طيب في بعد كده فاكسين تاني اسمه الهول سيل بي سب يونت فاكسين. في ايه البي الهول سيل بي سب يونت فاكسين ده؟ هو فيه الفاكسين الاول اللي هو الكونتيند الكيلد بكتيريا الى جانب البي سب يونت بتاعه الاي توكسين، وده بيتاخد اورالي. وفي بعد كده ليف اتنويتد فاكسين ده برضو بيتاخد ايه اورالي تمام. احنا بكده خلصنا الايه الفيبرو كوليرا كواحد من اهم المسببات للجي اي تي بكتيريال انفكشنز. نخش بعد كده على انذر اورجانيزم اللي هو الكامبيلو باكتر. الكامبيلو باكتر بقول وصف الشكل بتاعها عباره عن ايه، هي سبايرالي تمام، سمول وكيرفد، صغيره وكيرفد تمام، مش ستريت يعني، جرام نيجاتيف تمام، موتايل متحركه، نون سبور فورمينج ونون كابسوليتد، ما بتعملش سبور وما لهاش كبسول تمام، تبقى كوما شيب شكل الكوما او اس شيب او جال وينج شيب. جال وينج ده شكل الايه الجناح بتاع الايه بتاع طائر النورس، بيبقى ايه بيبقى كيرفد او سبايرال كده تمام. هي بتبقى متحركه عن طريق برضو سنجل بولر فلاجيلم، يعني في فلاجيلم موجوده عند الايه عند البول عند واحد او اتنين من الايه من البولز بتاعه الخليه تمام. بنقول ان الكامبيلو باكتر من فتره طويله قوي وهي معروفه انها بتعمل دايرية بس في الانيمال، لكن كونها انها بتعمل دايرية او تسبب دايرية في الهيومن الموضوع ده لسه ما تعرفش الا في ايه في بدايه السبعينات تمام، لكن من قبل كده هي معروفه انها ده اورجانيزم بيعمل ديزيز في الايه في الانيمال، فعشان كده تعتبر من الزونوتيك ايه ديزيز. يعني ايه زونوتيك ديزيز؟ يعني ديزيز يعني ده بكتيريا او ديزيز بيبقى موجود في الانيمال ممكن يتنقل من انيمال للهيومن تمام. طيب الكامبيلو باكتيريوزس بقى، الكامبيلو باكتر انفكشن او الكامبيلو باكتيريوزس ممكن تعمل ايه؟ اول حاجه وده اللي يهمنا ان هي بتعمل بكتيريال كامبيلو باكتر انترايتس تمام، اللي هي بتعمل دايريه، والدايريه بتاعتها دي كومون شائعه جدا زيها زي الدايريه اللي بتسبب اللي كوزد باي ايه باي شيجيلا اللي احنا هنتكلم عليها في اخر المحاضره ان شاء الله. الدايريه بتاعت الكامبيلو باكتر
او الكامبيلوبكتيريوزس ممكن تبقى مايلد تو سيفير، يعني ممكن تبقى خفيفه او بسيطه، او ممكن تبقى مودريت متوسطه لغايه سيفير. ممكن برضو الدياريه تبقى ووتري، يبقى يجي العيان يقول ان هو عامل زي الميه، او بلادي ممكن يقول ان هو فيه بلاد، ان الاستول فيه ايه، فيه بلاد. تمام. طيب بعد كده ده انتستاينال مانيفيستاشن. في اكسترا انتستاينال مانيفيستاشن زي ايه؟ زي ممكن الاورجانيزم دون يسبب لي حاجه اسمها رياكتيف ارثرايتس، يعني يعمل التهاب في المفاصل، يعمل بكتيريميا، ان البكتيريا تبقى موجوده في البلاد في الدم في البلاد، يعمل مننجايتس، التهاب في المننجيس، نيومونيا، التهاب رئوي، ابورشن، اجهاض، اند اكيوت كوليسيستايتس، التهاب في الايه، في القناه المراريه. تمام. في المراره يعني. طب ممكن تعمل ايه تاني؟ تعمل حاجه اسمها جالين باري سندروم. الجالين باري سندروم ده حاجه بتصيب البريفرال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الطرفي، وده يعتبر اوتو اميون ديزيز، يعني ده من امراض المناعيه الذاتيه، اللي هو الجسم هو نفسه بيحارب نفسه. في انتي بوديز، الجسم بيكون اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي مش بس بتحارب الكامبيلوباكتر، لا ده هي هتحارب كمان بعض الانتيجنز او بعض الاجزاء اللي موجوده في الخلايا العصبيه. نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو في شبه بين الـ 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 البكتيريا وبين الانتيجن اللي موجود في الخليه العصبيه. الانتيجن دون بيبقى شبه ده، فعشان كده الانتي بودي اللي الجسم بيكونه بيحارب الحاجتين، بيروح يحارب لي الكامبيلوباكتر كاورجانيزم، وبرده بيحارب بقى، بيشتغل على النيورونز وبيحاربها، فبتدي لي الايه، الاعراض بتاعه الجالين باري سندروم ده. تمام. طيب الكامبيلوباكتر بقى هسبب ايه؟ هسبب المرض ازاي؟ وايه هي الاعراض بتاعتها؟ بنقول ان هو هي بتعمل ديزيز زي ما احنا قلنا، او بتعمل مانيفيستيشن في البيردز وفي الانيمالز. تمام. وبعد كده ممكن تتنقل للهيومن. الديزيز ده بقى بيبقى بيجي نتيجه ايه؟ بيجي ان احنا نتيجه ان انا استخدم طعام كونتامينيتد، طعام ملوث، سواء كان طعام او شراب ملوث بالايه، بحاجات من الحيوانات او الطيور دي. تمام. ايه اشهر انواع الطعام اللي ممكن يؤدي للكامبيلوباكتيريوزس؟ الرو ميلك، اللبن اللي هو مش مغلي. تمام. والميت، اللحوم، والبولتري، الدواجن، والشيل فيش، والشيل فيش اللي هي القشريات البحريه، والفروتس والفيجيتابلز اللي بتبقى كونتامينيتد بالايه، بالحاجات دي، ومش مغسوله كويس، مش مغليه كويس، مش متسويه كويس. تمام. المود اوف ترانسميشن زي ما احنا قلنا، ده حاجه فيه كؤور الاثنين، عن طريق الطعام والايه والشراب. تمام. وبرده الكيتنز الصغيره اللي هي القطط الصغيره، لو هي سك ممكن تعمل العدوى، تسبب العدوى. الكامبيلوباكتر جيجوناي، الكامبيلوباكتر الاورجانيزم ده بيروح يمسك في الابيثيليال سيل او الميوكس بتاع الايه، بتاع الجيجنوم، خلاص، وبيعمل انفيجن للجيجنوم والاليوم والكولون. وبعض الاسترينز بتطلع انتيروتوكسين، وده بيؤدي لووتري دايريا، بعضها بيطلع سايتوتوكسين، ده اللي بيسبب لي بلادي دايريا. عشان كده زي ما احنا قلنا سابقا ان ممكن الدايريا دي تكون ووتري وممكن تكون ايه، بلادي. مين اكتر فئه معرضه ان يحصل لها العدوى دي؟ الchildren under 5 years، الاطفال تحت 5 سنين، واليونج ادلتس بقى اللي هو عمرهم بيتراوح من 15 ل 29 سنه، هم دول الموست فريكوينتلي افكتد ايج جروبس. الانكيوبيشن بيريود بتتراوح فروم 2 تو 5 دايز. ذا سبيكترم اوف ديزيز زي ما احنا قلنا، فروم اسيمتوماتيك، من اسيمتوماتيك خالص ما فيش اعراض تماما، مايلد مودريت لسيفير، لغايه لايف ثريتنينج انفيكشن، حاجه تهدد الحياه. هوفر موست انفيكشن، في معظم الحالات دي مجرد حاجه سيلف ليميتد وبتنتهي وخلاص خلال 7 ل 10 ايام. البكتيريميا كومون، يعني معناها ان البكتيريا بتروح للبلاد، فعشان كده انا ممكن فريكوينتلي ان انا اقدر اعزل الاورجانيزم من البلاد ستريم. تمام. وده هيفيدني في اللابوراتوري دايجنوزس. فعشان كده في اللابوراتوري دايجنوزس العينه بتاعتي يا اما تكون ستول ريكتال سواب او ايه، دايريا او بلاد، خلاص، من الدايريا او بلاد. بعمل ديتكشن ازاي الاورجانيزم؟ اما دايركت ديتكشن، عن طريق اخد العينه واعملها جرام ستين، هلاقي بقى تيبيكال اللي هو الكوما او الاس شي برود، واجي اشوفها تحت الدارك فيلد مايكروسكوب، الاقي ايه، بتتحرك الحركه المميزه بتاعتها. يا اما ببتدي اعمل كالتيفيشن، اخد العينه وازرعها. اما اجي ازرعها، بزرعها بقى بايه، على سيلكتيف ميديا مع فلتريشن ميثود. دي الاوبتيما ميثود، احسن حاجه ان الحاجتين، السلكتيف ميديا، ميديا خاصه بيها زي الميديا اللي احنا قلناها، كان في ميديا خاصه بالفيبروكولر اللي احنا ذكرناها سابقا، هنا برضو ليها ميديا خاصه بيها، الى جانب حاجه اسمها فلتريشن ميثود. ده نتيجه ان هي الفلتريشن ميثود دي ان هي حجمها صغير، فانا لو استخدمت فلتر، الفلتر دون يتراوح طوله
القطر بتاعه البور سايز بتاعه اللي هو الثقوب بتاعته من 25 25.25 ل 0.45 مايكرومتر، ده هيبقى sufficiently ان هو يسمح لان الكامبيلوباكتر تعدي، لكن يمنع لي الحاجات الاورجانيزمات التانية اللي موجودة في الاستول انها ايه تعدي، لان زي ما انتم عارفين مفروض ان الاستول ده والمعروف ان الاستول ده فيه العديد والعديد من الاورجانيزمات، فيه ايكولاي باعداد كبيرة جدا، وفي كوليستريديام ديفيسيل وبرفرنجس ده في الاحوال العادية تمام، وفي استريبتيفيكاليز او الانتيروكوكاي تمام، يبقى هو في اورجانيزمات كتيره، فانا عايزه اعزل اللي هو الايه الكامبيلوباكتر، فبستخدم الفلتر بالبور سايز اللي احنا قلنا عليه دوت تمام. ممكن بعد ما استخدم الفلتر ده ازرعه على نون سيلكتيف ميديا زي الشوكليت اجار، او يفضل طبعا ان انا ازرعه على سيلكتيف ايه ميديا. سيلكتيف ميديا عندي حاجه اسمها ميديا اسمها سكيروز ميديا، دي ميديا هي عباره عن ايه حاجه زي الشوكليت اجار كده بلاد اجار، ومضاف له سيرتن انتي اي بايوتكس خلاص عشان تبقى خليه سيلكتيف. مش كده وبس، لا ده هي كمان محتاجة حاجات تانية عشان تنمو، محتاجة درجة حرارة عالية، هي بتحب درجة الحرارة العالية اللي عند 42 درجة مش 37 زي المعظم أورجانيزمات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لا هي عايزة 42 درجة. مش كده وبس كمان، ده هي كمان محتاجة حاجة اسمها مايكرو ايروفيليك كونديشن. يعني ايه مايكرو ايروفيليك؟ يعني محتاجة الاكسجين بكمية قليلة 5% 5% اكسجين، ومحتاجة كربون دايكسايد بنسبة ايه 10% كربون ايه دايكسايد تمام. وانس بقى ان انا زرعتها وكده انا عايزة اعمل ايدنتيفيكيشن بقى بالبيوكيميكال رياكشن عن طريق ايه، بقول ان هي اوكسيديز وكاتاليز بوزيتيف، هي H2S بوزيتيف ده تايب 2 بتاعها، بتعمل هيدروليسز للمادة الهيبيوريت، لكن هي ما بتعملش فيرمنتيشن والأكسيديشن لأي كربوهيدريت تمام. بدي إريثروميسين دوت الانتيبيوتيك أوف تشايس، في حاجات تانية اللي هو سيبروفلوكساسين والتتراسايكلين، بس دولت افويدد في الايه في اليونج تشيلدر، بديهم في الادلت تمام. اعمل كنترول ازاي؟ عن طريق ان انا اعمل بروبر كوكينج طبعا للايه للميت وللتشيكن، واعمل باسترايزيشن للميلك باستر الميلك، واعمل كلورينيشن للايه للووتر، اعمل ووش للفروتس والفيجيتابلز كويس جدا تمام. بعد كده هنيجي لاورجانيزم تاني معانا من ضمن الحاجات اللي بتسبب جي اي تي ديزيز او دايريال ديزيز، من اهم المسببات عندنا اللي هي الايكولاي الشريشيا كولاي او الايكولاي، دي تعتبر بريدومينانت وموست بريدومينانت ايروبيك كومنسال اورجانيزم في الاستول. عشان تعرفوا هي قد ايه بريدومينانت، كل جرام ستول يا جماعه كل جرام ستول طبيعي الاستول الطبيعي فيه اكتر من 10 اس 5 اورجانيزم ايكولاي تمام، ده عشان بس قد ايه تعرفوا ان هي اوردينري كده بتبقى موجوده في الايه في الاستول. طيب مايكروسكوبيكالي بقى شكلها ايه؟ هي عباره عن جراب نيجاتيف باسيلاي، بتبقى موتايل وفي فلاجيلا، فلاجيلا دي بيتريكس يعني بتحوط كل الجسم بتاعها، مش بولر زي في حاله الكامبيلوباكتر او الفيبرو كوليرا. بعض السترينز بتبقى كابسوليتد. طب بالنسبه بقى للكالتشر كاركتر انا ازرعها ايه المواصفات اللي انا ازرعها فيه؟ هي ايروب وفاكالتيف انيروب، يعني ينفع تزرع امبريسنس اور ابسنس اوف اكسجين. الاوبتيمم تمبريتشر بتاعتها بتبقى حوالي 37 درجه. بتنمو اوردينري على الاوردينري ميديا العاديه، على النيوترنت اجار، على الماكونكي، على البلاد عادي ما فيش اي مشكله خالص. على الماكونكي بتديني روز بينك كولنز نتيجه انها بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن. بالنسبه للبايكيميكال رياكشنز بتاعتها هي بتعمل فيرمنتيشن للفايف شوجرز، جلوكوز واللاكتوز والمالتوز والمانايت، وكمان برضو بتعمل للساكروز بس بعض الاحيان بيبقى الساكروز فاريبل. هي بتعمل فيرمنتيشن اسيد اند جاز مش اسيد بس. الاندول والميثايريد بيكونوا بوزيتيف، والفوجس برسكاور والستريت بيكونوا ايه نيجاتيف. دي انواع من البايكيميكال ايه رياكشنز تمام. وده شكلها بالالكترون مايكروسكوب زي ما احنا شايفين كده باسيلاي، وعندنا الفلاجيل اللي بتحوط جسمها ايه كله. ده شكل الايكولاي على هنا احنا ده بليت عندنا ماكونكي زي ما انتم شايفين كده، ده ماكونكي اجار، وعندي هنا ده هنا بينك كولنز روز بينك كولز، هنا روز بينك كولز، تو اورجانيزمز دول بقول عليهم لاكتوز فيرمنتنج ايه كولز. لكن الاورجانيزم اللي هو موجود هنا اقصى اليسار هنا كده دون ده بقول عليه نون لاكتوز، بيكون بيل يلو ايه كولز تمام. ده هنا عشان افرق في الماكونكي النون لاكتوز اللي هي بتبقى لونها اصفر بين اللاكتوز فيرمنتنج اللي بتبقى لونها بينك تمام. الانجينيك ستراكشر بقى والبتاع والسيروجي كاركتر بتاع الايكولاي، بقول ان الايكولاي زي الفيبرو كولرا ما اتكلمنا عنها قبل كده، ان كان ليها طالما موتايل يبقى زي ما عارفين يبقى ليها فلاجيلا هيبقى ليها اتش انتيجين، وطالما جرام نيجاتيف هيبقى عندها الاو انتيجين اللي هو اللايبو بوليساكرايد اللي موجود في السيل وول بتاعها.
وكمان علشان هي ليها كبسول في بعض الاستيرم تبقى كبسولات، هيبقى ليها حاجه اسمها كي انتيجين. تمام. فانا لما باجي اعمل سيروتايبنج للايكولاي بحدد بقول هي مثلا او رقم كذا او اتش رقم ايه كذا ماشي، وبعض الاحيان برضو بقول كي رقم ايه. تمام. طب ايه الفيرلانس فاكتورز بقى بتاع الدايروجينيك ايكولاي؟ الدايروجينيك ايكولاي بيكون ليها اول حاجه باللاي. ايه هي البلاي؟ البلاي دي كولونايزيشن فاكتورز، دي الفاكتورز اللي عن طريقها دي بتبقى عباره عن زي فينجر لايك بروجكشنز كده، عن طريقها بتعمل اديشن للميكوزا، بتمسك بيهم في الميكوزا. تمام. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه انها بتطلع انتيرو توكسنز، في توكسنز بتعملهم. ايه انواع التوكسنز اللي بتطلع؟ في عندي تو تايبس اوف توكسنز، في هيت لبايل توكسن وهيت ستيبل توكسن، ودول برودوسد بالانتيرو توكسوجينيك ايكولاي. طب في حاجه اسمها شيجا توكسن، ده برودوسد باي انتيرو هيموراجيك ايكولاي. الى جانب اللايبوبوليساكرايد ده بيعمل اندو توكسيك شوك وين ريليزد انتو ذا سيركيوليشن. دي كانت الفيرلانس فاكتورز بتاع الدايروجينيك ايكولاي. الباثوجينيستي، وده مهم قوي الباثوجينيستي، ان احنا نعرف كل نوع من انواع الباثوجينيك سترينز بتاعه الايكولاي بيعمل الديزيز ازاي. هو في 5 باثوجينيك جروب اوف ايكولاي. في عندي انتيروتوكسوجينيك وباثوجين، انتيروتوكسوجينيك وباثوجينيك وانفيزيف وهيموراجيك واجريجيتيف. تمام. وهنتكلم عن كل واحده ازاي بيعمل الديزيز. الانتيروتوكسوجينيك ذيس سترينز ار كومن كوز اوف ترافلرز دايريا اند انفانتايل دايريا. ده بيعمل ترافلرز دايريا وانفانتايل دايريا، وبيعمل اكيوت ووتري دايريا، بتبقى كوليرا لايك. حتى التوكسين بتاعها بيشبه التوكسين بتاع الكوليرا في المود اوف اكشن وفي تركيبه وفي كل حاجه. دايما بيؤدي، ممكن يؤدي لسيفير واوفن فيتال ديهايدريشن، خاصه في الانفانتس واليونج تشيلدرن لو ما تلحقش. طب الميكانيزم بقى بتاعه، الاورجانيزم مفروض ان هو بيادهير، بيمسك في الانتستينال ابيثيليوم من خلال البلاي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الكولونايزيشن فاكتور، وبعد كده بيديني تو تايبس اوف انتيروتوكسين، واحد فيهم هيت ستيبل وده نون انتيجينيك، ده مش هنتكلم عنه. اللي يهمنا اكتر اللي هو الهيت لبايل انتيجينيك، اللي هو بيتكون من تو سب يونتس، الاي والبي سب يونت. زي ما احنا قلنا ان البي سب يونت هتمسك في الريسبتور وتقوم عامله اكتيفيشن للاي سب يونت، اللي هو بيخش ويأكتيفيت بقى الاي الادينايل سايكليز ويزود السايكليك اي ام بي ويعمل سكريشن للووتر والالكترولايتس في الستول. تمام. وهايبر موتيليتي في الجت. طب الانتيرو باثوجينيك ايكولاي ده بيكون سيرتن سيرو تايبس، زي رقم كام بقى؟ زي الاو 55 والاو 111، هي دايما بتبقى اسوشيتد ويز اوت بريك اوف نيونيتال دايريا في النيرسرز في الحضانات. الاورجانيزم بقى بيعمل العدوى دي ازاي؟ عن طريق ان هو ادهيرز تايتلي، بيمسك قوي في الانتستينال ميوكوزا، فيحصل لوس اوف مايكروفيلاي. المايكروفيلاي دي مفروض ان هي دي اللي مسؤوله عن الري ابزوربشن بتاع الووتر وبتاع الالكترولايت، فيحصل لوس للفانكشن دي فيؤدي لسكريشن للايه الووتر والالكترولايتس والدايريا. تمام. بعد كده الانتيرو انفيزيف ايكولاي، السترينز دي بتبقى نون موتايل وبتشبه الشيجيلا اللي احنا هنتكلم عليها في اخر المحاضره، بتشبهها في الباثوجينيسيس بتاعتها في طريقه العدوى، وبتشبهها في الايه في البايوكيميكال رياكشنز، حتى بتشبهها في 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 نوعيه المرض اللي بتسببه. هي بتسبب ديزنتري اكتر منها بتسبب دايريا. يعني ايه ديزنتريا؟ تمام. ديزنتري اكتر منها بتسبب دايريا، ودايما الاستول بيكون فيه بلاد وميوكس وايه وبص زي الشيجيلوزيس بالظبط. تمام. والاورجانيزم هنا بيعمل العدوى عن طريق ان هو بيعمل انفيجن للميوكوزا بتاع الايليوم والاي والكولون، فما بيعمل انفيجن هينزل معاه الميوكس والبلاد، فده سبب ان ايه ان في ميوكس وبلاد في الاستول. طب الانتيرو هيموراجيك ايكولاي مين ليه السيروتايب ده؟ ممكن ينزل ام سي كيو اني نوع من انواع السيروتايب؟ هنا الاو 157 اتش 7. تمام. ده اسوشيت بهيموراجيك كولايتس. تمام. ده فورم اوف دايريا بيكون فيه بلادي ديستشارج معاه بلاد، مينلي فولو انجيشن. ده بيبقى امتى بقى؟ ده لو حد كل همبرجر او فاست فود اندر كوكت، مش مستوي كويس وبيكون ملوث بالايه بالاورجانيزم وما تمش نضجه بكميه كافيه، فده هيؤدي ان يحصل الهيموراجيك ايكولاي دون، ويحصل ايه بلادي دايريا، وكمان يعمل حاجه اسمها هيموليتيك، يحصل هيموليتيك انيميا ويحصل يوريميا اللي هو رينال فيلير. ده عن طريق ايه الاورجانيزم بيعمل ايه؟ بيديني تو انتيجينيك فورم اوف توكسين اسمه فيرو توكسين. خلاص. وهو سمي فيرو توكسين ليه؟ لان التوكسين دون بيعمل ديس للجرين مونكي كيدني سيلز، ليس توكسيك افكت عليها، واللي هي اسمها الفيرو سيلز. الفيرو سيلز دي اللي هي الجرين مونكي كيدني سيل، يعني لما لقوا التوكسين ده عزلوه على الفيرو سيل لاين اللي هو الخلايا اللي هي جايبينها من الجرين مونكي كيدني، لان هو بيموت الخليه دي في المعمل، فعشان كده قالوا في سايتوكسيك افكت فسموه الفيرو توكسين.
طب اخر نوع من انواع الايكولاي اللي هي بتعمل جي اي تي انفيكشنز اللي هي انتيرو اجريجيتيف ايكولاي. ذيس سترينز ادهير، السترينز دي بتادهير او بتمسك في الانتستينال ميوكوزا ان باتشز وبتعمل هيت ستيبل انتيرو توكسين، يعمل بيرزيستنت دياريا ان تشيلدرن. تمام. الجدول ده بيلخص كل اللي احنا حكينا عنه قبل كده، يعني بيتكلم على الاورجانيزم، زي مثلا هتكلم على المثال الاولاني بس ان هو عندي مثلا انتيروتوكسين، احنا اتكلمنا على الكلام ده كله قبل كده. الانتيروتوكسوجينيك ايكولاي دي بتشتغل على السمول انتستين وبتعمل ترافلر دياريا او الانفانت دياريا. تمام. بنقول ان هي نتيجه ايه، هيت ستيبل او هيت لبايل انتيروتوكسين وهايبر سكريشن للفلويد والكترولايت، والكلام ده الباقي اللي احنا قلناه كله هو نفس الكلام اللي احنا ذكرناه ايه سابقا، بس ده ملخص ايه ليه. تمام. التريتمنت بقى في حالات الايكولاي انفيكشن لازم برضو اعمل فلويد ريبليسمنت والكترولايت ايه ريبليسمنت، وبدي انتي بايوتيك زي السلفوناميد والامبسيلين والامينوجلايكوسايد والتتراسايد. ده كويز برضو حاولوا تدربوا نفسكم عليه في النص كده، وده سؤال لو فيه شورت اي سي بيجي او كده، ده اللي هو ليست تايبز اوف دايروجينيك ايكولاي، تبقوا عارفين دايروجينيك ايه ايكولاي كويس جدا. تمام. بعد كده هنتكلم على الشيجيلا. بنقول بقى المورفولوجي بتاعها عباره عن شورت رودز، يعني هي رودز هي باسيلاي بس بتبقى قصيره شويه، نون كابسيوليتد ملهاش كبسول، ونون موتايل مش متحركه زي الاورجانيزمات اللي احنا اتكلمنا عليهم كلهم قبل كده كانوا موتايل، نون سبور فورمينج، وبتبقى جرام ايه نيجاتيف. الكلاسيفيكيشن عشان اقسم بقى الشيجيلا وانواعها، لانها هي اكتر من نوع، بقسمها على اكتر من بيز. اول حاجه على حسب هي بتعمل فيرمنتيشن للشجر اللي هو المانايت ولا لا، فبقول في عندي نون مانيتول فيرمنتر، في بعض الحاجات النون مانيتول فيرمنتر دي اللي هي مين، هي شيجيلا ديزنتري دي ما بتعملش مانيتول فيرمنتيشن، وفي مانيتول فيرمنترز اللي هما مين، اللي هو شيجيلا فليكسينيري وبوداي وسوناي وسوني. تمام. الانجينيك ستراكشر يبقى لو قسمتها على حسب الانجينيك ستراكشر بقسمها اكوردنج للاو انتيجين لاربعه سيرو تايبس، في عندي جروب A اللي هو شيجيلا ديزنتري، جروب B شيجيلا فليكسينيري، جروب C اللي هي بوداي، ودي اللي هي سوني. الفيرولانس فاكتورز بتاعتها عوامل الضراوه هي بتعمل بسبب عدوى عن طريق ايه، اول حاجه عن طريق الانفيزيفنس، هي نفسها بتعمل انفيجن، بتقتحم وتعمل انفيجن في الميكوزا في الميكوزا الابيسيليم بتاع الايليوم واللارج انتستين. تمام. فما بتعمل انفيجن ده كمان مش هتادي ان يحصل ايه، هيحصل ميوكس ينزل في الاسطول وبلاد ينزل في الاسطول، وكمان هي كمان بتعمل بس هي ما بتعملش انفيجن للبلاد، ما بتخشش للبلاد ستريم، هي مجرد بس بتفحر في الايه في الميوكوزا بتاعه الايه السمول انتستين، فبتنزل بلاد وبتنزل ميوكس لكن ما بتروحش للبلاد ايه ستريم، خلاص زي الفيبرو كوليرا كده، هي موجوده بس كل شغلها في الانتستينال وول. طب مش بس بقى انفيزيفنس، لا ده كمان بتعمل توكسين برودكشن، في عندي تو تايبز اوف توكسينز برودوسد باي شيجيلا اللي هم ايه، في اندوتوكسين اللي هو اللايبو بوليساكرايد بتاع السيل وول، ما يحصل لها اوتوليسيس لو ماتت وهي موجوده في السمول انتستين او نتيجه ان المعركه اللي بتقوم بينها وبين الجهاز المناعي وخلاص ماتت، فده بيعمل اريتيشن للباول وول، ما بيحصل ريليز للايه الاندوتوكسين ده. طب الاكسوتوكسين بقى اللي هي بتطلعه وهي صاحيه وعايشه، ده برودوسد بقى خاصه بنوع اللي هو الشيجيلا ديزنتري، ده هيت لبايل توكسين بيشتغل كانتيرو توكسين وكانيرو توكسين حاجتين، يعني بيشتغل حاجتين، انتيرو توكسين بيشتغل على الجي اي تي بيعمل دياريه بتشبه الايكولاي خلاص، وكمان ليه نيورو توكسين يعني جزء بيشتغل على الايه على المننجيز بيعمل مننجيز خلاص، وبيشتغل على السي ان اس والجات الاثنين مع بعض الاكسو توكسين ده. فده ممكن يجي سؤال ام سي كيو، هقول الاكسو توكسين بتاع الشيجيلا ديزنتري يشتغل على كانتيرو توكسين بس ولا كانيرو توكسين بس ولا انتيرو توكسين ونيرو توكسين، لا يبقى اجابته انتيرو توكسين وكانيرو توكسين بيشتغل على الاثنين مع بعض خلاص. وفي بعض الحالات كمان ممكن يعمل رينال فيلير ويعمل هيموليتيك يوريميك اي سندروم، ده زي الانتيرو هيموراجيك ايكولاي. تمام. جزئيه دي بتشبهها فيها، وده برده ممكن يجي سؤال ام سي كيو. طب الباسيلر ديزنتري يبقى دوزنتاريا الباسيليه اللي هو نتيجه الشيجيلا، ده بتبقى عباره عن ديزيز، ده بيجي ازاي، بقول ان ديزيز ده كوزد باي ممبر اوف جينس شيجيلا اللي هي شيجيلا ديزنتري، خاصه الشيجيلا شيجا دي اللي مسؤوله عن السيفيرست فورم اوف ذا ديزيز، السوناي دي مسؤوله عن المايلد كيس، وبقيه الشيجيلا بقى دي انترميديت المودرت اللي هي بين البنين، يبقى الشيجيلا شيجا خلاص او الديزنتري دي سيفير فورم، ده برضه يجي ام سي كيو، الشيجيلا سونياي دي المايلدر فورم، الانترميديت بقيه الانواع.
الاورجانيزم بيخش الجسم عن طريق برضه في الاورال. كل الاورجانيزمات اللي احنا اتكلمنا عليهم في الجي اي تي دايريال ديزيز النهارده بكتيريا الجي اي تي دايريال ديزيز كلها فيك الاورال ترانسميشن عن طريق الاورال روت بكونتامينيتد فود او درينك. الانكيوبيشن بيريد من 12 ساعه لفيو دايز يومين. التوكسين اكت ايرلي بيشتغل ايرلي يديني فيليومينس نام بلادي دايريا في الاول يديني ايه دايريا كتير ومبقاش فيها بلاد. بعد كده فولو بقى لما بيعمل انفيجن ويقتحم لي الجدار بتاع اللارج انتستين والترمينال ايليوم الاقي بقى فيه ميوكس وبلاد في الاسطول. بس زي ما انا قلت ان الاورجانيزم ما بيحش البلاد ستريم خلاص. يحصل بقى ألسريشن في الميوكوزا بقى بتاعت الانتستين وبليدنج ويدي سودو ممبرين وألسريشن. كلينيكال العيان يجي يشتكي من ايه؟ صدن انست مره واحده كده يجي يقول ان هو عنده ابدومينال بين تمام بطنه بتوجعه الم في البطن وضيارية تينيزمس. يعني ايه تينيزمس؟ يعني يجي يقول لك يا دكتور انا بروح التويلت بس ما اقدرش اعمل اي حاجه. يبقى في ستريننج يحصل وفي ستريننج بس ما فيش ستول بيبص او كميات قليله. الاجان ده عكس الدايريه بقى دايريه يروح بروفيوس دايريه مره واحده لا بعد كده يخش لي في التينيزمس بقى ده بعد وبيبقى في بايركسيا في ارتفاع في درجه الحراره. الاستول كومبوزد بقى بتيجي تقول له شوف لي الاستول بتاعك عامل ايه هيقول بيبقى في بلاد وفي بص وفي ميوكس. از ذا بروسيس سبسايد يبتدي يخف بقى يبتدي يحصل جرانيوليشن للتيشو وايه وسكار ايه فورميشن. وبعدين بنقول ان هو سبونتينيوس ممكن يحصل ريكفر سبونتينيوس هوفر في التشيلدرن اليونج تشيلدرن والالدرلي ممكن يحصل ديهايدريشن واسيدوزس. فالمفروض اخلي بالي من الفئه اللي هي اميونو كومبرومايزد دي وايه واعالجها كويس. وفي بعض الاحيان فيري فيو كيسز ممكن الشخص يتحول لكرونيك كارير يعني هو ان هو يبتدي ينقل العدوى دي في المجتمع. فعشان كده الناس اللي هم بيشتغلوا في المطاعم لازم على طول اعمل لهم كشف دوري واللي بيعملوا ديليفري للفود ان هم بيكونوا فري من الايه من ساتش انفيكشنز زي الباسيلر ديزنتري والحاجات دي. الدياجنوز بشخص الديزيز ازاي عن طريق العينة ستول. بعمل ديتكشن بقى اشوف هل هو الديزنتري اللي عنده دي في اميبا اميبك ديزنتري ولا باسيلاري ديزنتري. خلاص لو لقيت بس يوجوالي اباندنت في حاله الشيجيلا لكن لو في اميبا او سيست دي بروتوزوال انفكشن ملناش دعوه احنا بيها كناس بتوع بكتيريا. طب الميوكس الاقي فيه ميوكس بلادي بارت اخده هزرعه بقى على ايه على سيلينايت او تتراسايونايت تتراسايونيت بروس لمده 12 18 ساعه وباخد بعد كده من السيلينايت بروس دي او محطه سب كلشر على الماكونكي او ميديا حاجه اسمها ديوكسيكوليت سيتريت اجار او حاجه اسمها اس اس ميديا اس اس ميديا اللي هي سالمونيلا شيجيلا اجار. اي حاجه من الثلاثه بليتس دول ماكونكي او السالمونيلا شيجيلا او ديوكسيكوليت سيتريت اجار. لو لقيت بقى بيل يلو كولنس اللي هي لونها اصفر زي ما انا وريتها لكم قبل كده في البليت بتاع الماكونكي بيل يلو كولنس دي ايه دي نون لاكتوز اقدر اتعرف عليها بعد كده اشوف المورفولوجيا اللي هي جرام نيجاتيف الشورت نون موتايل زي ما قلنا والبايوكيميكال رياكشن اللي احنا اتكلمنا عليها او اعمل سلايد اجلوتينيشن تيست بالسبيسيفيك انتي سير او الانتي بوديز ليها فاقدر اتعرف انها شيجيلا واني نوع بالظبط. طب عايز اعمل بريفنشن اعمل بريفنشن امنع انها تحصل ازاي؟ هنا مفيش سبيسيفيك بروفلاكس مفيش فاكسين معروف للشيجيلا ولا كمان للايكولاي اللي قبليها مفيش ده فاكسين معروف ليها لا زي مثلا الفيبروكولر قبل كده. امال ايه بقى اعمل بريفنشن ازاي؟ عن طريق البيرسونال هايجين نغسل ايدينا قبل الاكل وبعد بعد ما نخش التويلت الاكل نغطي كويس نغسل كويس الخضروات والفاكهه نغلي الاكل ونسويه كويس. كل الحاجات دي بعمل دي جنرال بريفنتيف ميجرز لاي حاجه بتتنقل عن طريق الايه فيكال اولر رولد. التريتمنت اعالج ازاي؟ In severe cases it is important to restore the fluid and electrolyte balance. لازم العيانه اتاكد ان مش داخل في ايه في جفاف او يفقد الالكترولايت بتاعته اديله فلويد واعمل له ريبليسمنت للالكترولايت والفلويد. وايفكتيف انتي بايوتيك زي ايه زي السلفوناميد والامبيسيلين وكلورامفينيكول او السيبروفلوكساسين ده الدراج اوف تشويس ان سيفير ايه كيسز تمام. دي الكتب اللي احنا جايبينها ان انتوا لو انتوا عايزين يعني تتعرفوا على معلومات اكتر خاصه بالموضوع بتاعنا فانتوا عندكم الليكتشرز بتاعت الديبارتمنت موجوده وده كتاب تكست بوك اللي هو الكتاب الجاوتس ده تكست بوك تقدروا تلاقوا معلومات ايه اوسع او اكتر موجوده ايه فيه. وفي الاخر ثانك يو.